ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير من رحاب مدرسة الطالب الذكي. أقدم لكم نشرة أخبار مشروع مواهب مكنونة، ونبدأها بالعناوين. الموجود عزام إمام علي يقدم ورشة عمل لطلاب الصفين السادس والسابع للرسم الخيالي. تحت شعار أنا أستطيع أن أصنع، أسرة العلوم بالمدرسة تنفذ مشروع المخترع الصغير. حيث تلتقي المواهب وتختلط الإبداعات، فريق مواهب مكنونة يزور معرض عمان للعلوم. وإليكم تفاصيل النشرة. بالتنسيق والترتيب مع إدارة المدرسة، فريق عمل مواهب مكنونة ينفذ ورشة عمل تدريبية لطلاب الحلقة الثانية في مجال الرسم الخيالي. وقد قام الفنان الموهوب عزام إمام علي بتقديم الورشة، وأظهر فيها براعته ومهارته، كما تحدث فيها عن موهبته وكيف طور من نفسه حتى وصل إلى هذا المستوى المتقدم. قامت أسرة العلوم بتنفيذ المشروع المخترع الصغير، وذلك لحث الطلاب على إخراج مواهبهم وإبداعاتهم، ونتج عنه مجموعة هائلة من الاختراعات العلمية، سنستعرض لكم بعضا منها. نظم فريق مواهب مكنونة مع أسرة العلوم زيارة إلى معرض عمان للعلوم، وذلك للإطلاع على المواهب الموجودة به. وحقق فريق المدرسة بمشاركة بعض طلاب فريق مواهب مكنونة الفوز بالمركز الأول في مسابقة الحساب الذهني. الفائزين من مدرسة الطالب الذكي. وفي الختام، إلى اللقاء مع فعاليات أخرى. كانت معكم الطالبة ريان العامرية.